دعا رئيس الوزراء الدكتور عبد الله نسور شركة الكهرباء إلى زيادة استعداداتها للتعامل مع التحول من الطاقة التقليدية إلى الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء وتسهيل الإجراءات على المواطنين والمستثمرين والمهتمين مع الاهتمام بالسلامة العامة. وأكد خلال زيارة مفاجئة إلى الشركة اليوم بضرورة التأكد أن تكون المولدات والألواح الشمسية الداخلة إلى السوق ذو مواصفات تسهم بتوفير الطاقة والكلفة على المواطنين والمستثمرين والمؤسسات الراغبة في استخدام هذه التكنولوجيا. من جهتهم القائمون على منح الموافقات أكدوا أن الطلبات العادية لمنازل المواطنين تتم الموافقة عليها خلال أسبوع من تاريخ تقديمها، في حين أن الطلبات ذات الاستطاعات الكبيرة تحتاج إلى دراسة أكثر.